السلام عليكم. هذه هي الارض، الماء دايز من هنا، الماء ديال الاراض من هنا من هاد البلاصه. هذا الجار اللي داير كرياج هنا، الجار الاخر داير كرياج لها. هذه الطريق هي هذه هي الارض، بعد الخدامه الاستمرار ولي دايرين الاستمرار. هذه الارض كيف ما كتشوفوا راه صحيحه، واخا تكون الامطار وداكشي راه متغيرش، يعني واخا تكون الامطار دخل طوموبيل. الضو ها هو قريب، هاو فين كيبان، يعني الضو هو كاين. هذه هي الطريق اللي كدي قريبه لها بياضه، حوالي 400 متر كتلقى بياضه، من بياضه للشانطي الكودرون. بياضه كتر مع بياضه تقريبا كولوميتونس مع بياضه، يعني مفيهاش المشكل، كتلقى الكودرون. هادي نواحي ديال الاولاد سعيد، على بعد 7 كيلومتر من ولاد سعيد.